هذا المقطع برعاية EA Creator Network. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب. مقطع جديد، مقطع رقم 2 للعبة جريد ليجندز. طبعا حنكمل نحن الستوري مود اللي بلشناها بالمقطع الأول، هذا مقطعنا الثاني. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمقطع الأول وشفتوه. ومثل ما قلت لكم هي اللعبة provided من EA عشان نجربها. ولو عندكم أي استفسارات أي أسئلة على هي اللعبة تقدروا تحطوا لي إياها بالتعليقات تحت أو تبعتوا لي عن طريق السوشيال ميديا تويتر أو تدخلوا الديسكورد، حياكم الله، الروابط موجودة في الوصف تحت هذا المقطع. قبل ما نبلش بالمقطع لا تنسوا الاشتراك بالقناة طبعا وشير ولايك، ومنبلش بالجزء الثاني لهذا المقطع. نحن خلصنا هون المرة الماضية، بقى هلا حنساوي ريزيوم ونبلش بهذا السبق. Bring the car back in one piece. As this is your first race, there's no need to push the car to the limit. Just give us a good drive and follow Yume's lead. Okay, they won't be happy about that. Last lap was a 2:53.4. Thank you.
نايس. الأول طبعا في بوينتس بتاخدها لما انت تسوق على اللاين الموجود على الأرض. نشوف الريس اللي بعد. Continue. Let's go. Elimination race. You need to stay out of the danger zone when the timer starts counting down, because as the title suggests, those in the danger zone when it hits zero will be eliminated. The timer is then reset, and the racers closer to the back of the pack will find themselves in the danger zone again. Cars are eliminated until only one remains, so drive fast, stay ahead, and if you find yourself in the danger zone, then do everything it takes to get out of there. Elimination. هاي لعبتي. بدنا نحاول ما نطلع من الجيم يا شباب. Let's go. We need to aim to stay competitive. Okay, أنا مركزي 15. Let's rein it in. صار مركزي 11. لا. والله ما كتير صراحة، يعني في اشياء بتخيل. no way طب هاي اتنين طلعوا already. بدي احاول بس اطلع من زحمة السيارات اللون الموجودة هون. وضع المقدمة عشان ما يكون في زحمة، بس الماب يعني هي شوف فكرتها حلوة، كونتينرات وما كونتينرات. كان راح فيها درافت. سلام. المركز الخامس. الرابع. الثالث. الثاني. Let's go. فكرنا في الدريفت هذا. اوكي باي. بس هلا Let's go. الأول باقي أربعة بس، نحن اثنين واثنين تانيات. Thank you.
ما عم بقدر ركز لاني عم بطلع على اسماء الدرايفرز على اليسار فوق. من الاول 12 صار واحد من 10 باقي 10. طبعا بضلوا عم يسووا اليمينيشن 1 باي 1 لحتى يوصلوا للمرتبه الاولى. عندي صاحبنا بعد واحد عم يصور. والله هي السيارة صراحة حلوة. هلا ان شاء الله يعني مقطع منها مقاطع عم نشوف، نفوت على الجراج ونشوف شو في سيارات. طبعا اللعبة هي فيها ماب لدبي، ثلاث خرائط لعبتهم المرة الماضية بس ما كان مسموح اني انزلهم. صورت المقطع ممكن انزلهم بهذه الخرائط لو مسموح كمان انزلهم ولا لا، بس كانت تجربة حلوة بالجميرة. باقي سيارتين انا والمركز الثاني، دائما بيجي بالعيد قبل نهاية الجيم. شكله بعيد وحصر له animation. نايس جي جيز. أخذنا المركز الأول كله طلع animation وأخذنا هذه الجيم. Great Legends. طب منروح على الشابتر اللي بعده. My name is Yume Tanaka. I've been lead driver with Seneca for 3 years now, and my goal is to become the first woman ever to win the championship. Let's talk about your new teammate for a moment. Mm-hmm. How do you feel about Marcus Addo hiring an unknown? Look, Addo likes to invest in potential, and that's who we are as a team. But when it comes down to it, the thing that matters is, are you actually good enough? It takes serious talent to race across this many disciplines and events in a single season. Racing teams don't survive on effort or good intentions. We need to win. Seneca number 22 and Valentin Manzi really can't seem to stop crashing out of the track. Will they have settled into Manzi turns up the heat. Beat Valentin Manzi. اوكي هدلون تركات انا جربتهم وما عجبوني صراحة. واو ايوه هذا اللي على يميني اللونه بينك بدنا نسبه. واحد طلعنا جيان فراري طلعت. اللي وراك وراك والزمن طويل. طلع ولا ما طلع؟ ايوه طيب يا اخي سبقونا كلهم مشان تحت راسك. مركز 13 11 11 بس
بعد حسابه اللي قالوا لي عليه. اه لا ليكو ليكو هذا اللي على حسابه. بس نطلع من الزحمة هاي حتى نعرف نسوق ناخذ راحتنا. التركات شوي حركتهم تقيلة. ويك صرت الأول. نفس المكان طلعت أول مرة بس مهرة ورد ما يجوا عادي. نجرب شي جمب تكون سريعة طويلة. اوكي ماشي حاله ماشي حاله بس تشبه. اللف يمين ويسار صعب شوي بالتراك ما بمسك بسرعة لازم نسوي دريفت. سوي دريفت بالعكس. Anyway, here 5 rounds, here round 3. ودي بس اشوفه انهم مشتاع المروة هاي. طب راوند 4 your last lap was a 1:15.5 يعني بروفينج احسن. بشكله هيك لازم ناخذ هي الكيرف. شفنا بياخذوها بكل سهولة ما اعرف كيف بس ليتس جو. فاينل لاب كانت الرابعة اللي قبلها هي الخامسة. شكلهم حيسبقوني بس ليتس جو. انت تستطيع. لازم الهاند بريك. لازم الهاند بريك.
نايس خلصنا منه لانه هذول تركات كثير صعبه سواقتهم. Yet another promising turn from Seneca. But will it be enough to propel them?